هموت انا في الموديلات الشياكه. اتش بي اليت بوك 840 جي 4، البروسيسور بتاعه كور اي 5 جيل 7، ورامات بتاعته 8 جيجا بي سي 4، والهارد اس اس دي 256. ميزه اللاب ده ان هو بيشيل هارد تاني اتش دي دي جنبه، او هارد ساتا ايا كان هتركبه، بيشيل الهارد العادي اللي هو 2.5 بوصه، وكمان في فتحه السيم كارد هنا وشغاله، المودم بتاعه موجود، هتركب الشريحه هنا وتعمل باقه ويشتغل معاك نت في اي مكان. البروسيسور بتاع كور اي 5 جيل 7 ورامته 8 بي سي 4 والهارد 256 اس اس دي. اللاب اداؤه فوق الممتاز، وحجمه جميل جدا وخفيف الترا سليم، وجسمه معدن وفي منتهى الشياكه زي ما انت شايف كده. ده الظهر بتاعه اهو، نوره لك من قريب اهو. والكيبورد دي مضيئه، الكاميرا دي اتش دي 720 بي، الشاشه دي فول اتش دي، الريزولوشن بتاعها اهو 1920 في 1080، والبروسيسور الاي 5 7300 يو، والرامات ال 8 اهو. شوف كده، هموت انا في الموديلات الشياكه. اتش بي اليت بوك 840 جي 4، البروسيسور بتاعه كور اي 5 جيل 7، ورامات بتاعته 8 جيجا بي سي 4، والهارد اس اس دي 256. ميزه اللاب ده ان هو بيشيل هارد تاني اتش دي دي جنبه، او هارد ساتا ايا كان هتركبه، بيشيل الهارد العادي اللي هو 2.5 بوصه، وكمان في فتحه السيم كارد هنا وشغاله، المودم بتاعه موجود، هتركب الشريحه هنا وتعمل باقه ويشتغل معاك نت في اي مكان. البروسيسور بتاع كور اي 5 جيل 7 ورامته 8 بي سي 4 والهارد 256 اس اس دي. اللاب اداؤه فوق الممتاز، وحجمه جميل جدا وخفيف الترا سليم، وجسمه معدن وفي منتهى الشياكه زي ما انت شايف كده. ده الظهر بتاعه اهو، نوره لك من قريب اهو. والكيبورد دي مضيئه، الكاميرا دي اتش دي 720 بي، الشاشه دي فول اتش دي، الريزولوشن بتاعها اهو 1920 في 1080، والبروسيسور الاي 5 7300 يو، والرامات ال 8 اهو. شوف كده.